الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلقد رغب الإسلام في الحياء ودعا إليه واعتبره صفة حميدة وخلقا رفيعا ومليحا، فما اتصف به إلا ذو عقل رزين وذو طبيعة سوية. المؤمن هو المتخلق بالحياء، لأنه من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. والحياء صفة الله جل في علاه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم حيي. ومن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فكن متأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم لتتخذ لنفسك بذلك حاجز يحجزك من الوقوع في المحذور ومن التخلق بأخلاق الأرذال. والحياء هو من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء والإيمان قرناء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الحياء في أمته وفي أصحابه، فيوما قال لهم صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله ولله الحمد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وتترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء كله خير، فلا يأتي إلا بخير. وأن الحياء ينقسم إلى أقسام، منه ما هو واجب، ومنه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، وله صفات وحالات وأحوال. فالواجب أي الحياء الواجب هو أن تستحي من الله عز وجل فلا تعصيه ولا تقترف الآثام والذنوب، فإذا ما وقعت في الذنب فسارع إلى التوبة والرجوع إلى ربك ومولاك، لأنك تستحي منه، والمؤمن يستحي من الله عز وجل. لا تعصيه ولا تقترف الآثام والذنوب، فإذا ما وقعت في الذنب فسارع إلى التوبة والرجوع إلى ربك ومولاك، لأنك تستحي منه، والمؤمن يستحي من الله عز وجل. وأن لا تكون في مكان يكره ويبغض الله عز وجل أن يراك فيه، فدائما كن في الأماكن التي يحب الله عز وجل، واذهب إلى الأماكن التي يحب الله عز وجل أن يراك فيها. ثم الحياء المحمود أن يكون مصوبا بالشرع، لأن الإنسان فالحياء فيه أمر فطري طبيعي، فمن ضيعه وفقده فليكتسبه من الدين وليكتسبه من شرع الله سبحانه وتعالى في أمور الدين.
ولذلك الدين كله الحياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين وخلق الإسلام الحياء، وخلق هذا الدين الحياء. لكن الحياء يعني الأمر الفطري في الإنسان أن يظهر عليه جليا في واقعه، في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكاته، فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله عز وجل، وأن لا يسمع إلا ما يحب الله عز وجل، وأن لا ينطق إلا ما يحب الله عز وجل، وأن لا يمس ويلمس إلا ما يحب الله عز وجل، وأن لا يمشي إلا أماكن التي يحب الله عز وجل أن يمشي إليها. فالحياء، هذا الحياء المحمود المطلوب في الإنسان أن يتصف به. ثم الحياء المذموم، وهو أن يستحي في قول الحق وفي النطق بالحق، أن يستحي من تعلم دين الله عز وجل. فالسلف الصالح ما كانوا يستحيون من التعلم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وكنا نساء السلف الصالح من صحابية يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. لذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. فكنا يسألن عن كل صغيرة وكبيرة. والحياء ما كان في مسلم وما كان في شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا زانه وزينه وحسنه. ما كان في الفرد إلا كان فردا صالحا مصلحا، يعني حسن السيرة والأخلاق. وما كان في الأمة إلا كانت هذه الأمة على صراط مستقيم وعلى سواء الصراط. فإذا فقدت الأمة الحياء فقدت كل خير. فلا بد للأمة أن تعود إلى حيائها، إلى أخلاقها، إلى صفاتها التي أكد عليها الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حيا وربى أصحابه أن يكونوا على الحياء، وكانوا يستحيون رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وكذلك يجب أن نقتدي بهم ليصلح الله حالنا وأحوالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.